أكثر الحالات اللي تجينا في الاستشارات هون هي حالة اللي قالوا التواء الكاحل. التواء الكاحل اللي هو الفدوعة سموه شعبيا. نختار ننبه في موضوع ولا مسألتين. واحدة على أن نلاحظوا كجراحين عظام على أن الناس تستهزئ بهم، معناها تشربهم في مية قليلة، معناها ترى رجاج يقول لك أنا لا حد أني انفدعت. وانطلاقا من ذاك ذا الاستهزاء بهم يلوحهم على أنهم يعدوا لهم علاجات مسلكيات خاطئة، كيف يلجوا الوحدين يمرسون، كيف تقول لك ماشي قيس رجاج ماشي لود التومي والله تومية ياك تمرسني. كذلك إلين ملي يلودوا إلين عالجوهم ذاك العلاج اللي ما هو طبي وما يخضع المعايير الطبية، ويجول الطب في مرحلة معينة ويقترح لهم علاج الفدع الحقيقي اللي هو ذلك قالوا تثبيت، يسوى عن طريق بلات ولا يسوى عن طريق تثبيت أخر بانداج إلاستيك، إذا هم ما يصبروا عليه. وهذا من الأخطاء الشائعة الكثيرة اللي دائما الناس تعدل، وهو على أن بعد قاع نختار نقول لأن الفدع على أنه مسألة حساسة، حتى على أن بعض الأحيان نختاروا أرجاج يتكسر يعني يصاب كسر عن ينفدع. لماذا؟ به الأرجاج اللي يتكسر يعود مستعد هو بعد قاع نفسيا على أنه يعالج، مثلا ما خالق أرجاج لا يعود مدقدق لا يبقى في الدار قاعد فيها. أرجاج الدقدق دائما يعود مستعد هو على أنه يعالج، ولما اللي اقترح له علاج كيف يندال له بلاتر والله ذاك يقبلها. ثم إن علاج الكسر بالتثبيت مسألة شائعة والناس متقبلتها، بينما إلين تقول للرجاج على أنك لا يدير له بلاتر على سبة فدع يقول لك بلاتر على سبة فدع. يعني ذم صعوبة في تقبل الناس المفدوعة على أنها يندالها بلاتر ويندالها الجبس، وذا يقد يعود متعلق بعلنها ما هي فاهمة الفدع شنو هو. الفدع هو عبارة عن تمزق الأربطة المحيطة بالمفصل، يعني المفصل اللي يربط بين عظمين الأربطة اللي كارد العظام تتمزق، ذاك التمزق اللي يخلق في ذوك الأربطة هذا هو الفدع. بينما الكسر هو العظام من نفسه يخلق فيه تمزق، معناه يدقدقته في العظام. إذن واضح الكسر في العظم بينما الفدع في المفصل. إلين يخلق ذاك التمزق في الأربطة يحتاج الياسر من الوقت إياك يلتهم، وهذا هو اللي يفسر عن الناس اللي ما تصبر على ذاك التثبيت اللي يعدل المفصل اللي هو لا يسمح بالتئام ذاك التمزق اللي يخلق في الأربطة اللي يحتاج الوقت طويل، بعض الأحيان يحتاج 21 يوم اللي هي ثلاثة أسابيع، بعض الأحيان خالق نوع من الفدوعة المتينة اللي يحتاج 45 يوم. إذن هذه الفترة اللي تسمح بالتئام الفدع لابد من يعود مثبت فيه هذاك المفصل، إياك قد الالتئام يجيب طريقة صحيحة. وهذا هو اللي عدل عن دول الفدع على أنه لابد داله من التثبيت، لابد داله من الجبيرة. إذن كخلاصة إلين يخلق لرجاج فدع، يلا أولا ما يستهزئ به، يلا يعرف عنه مسألة يلا تعالج، يسوى درجته شن هي، يلا تلقائيا يجي للطبيب، الأحسن يجي للطبيب أخصائي في جراحة العظام والمفاصل. هون الطبيب لا يشخصه، عيا ما يحتاج الأشعة وعيا يعدل الأشعة، فمعايير معينة على أساسها الطبيب هو اللي يحددها يعرف كانوا يلا يعدل رجو الله ما يلا يعدلها. يعني فوت الطبيب يشخصه له يقول له أي درجة باليوم ملي ما هم نفس الدرجة، خالق فدع درجة بسيطة، خالق فدع درجة متوسطة، خالق فدع أمتن من ذاك. إذن الطبيب لا يشخصه ولا يختر له العلاج المناسب، ذم الفدوعة اللي كافي يندال له إلاستيك هذا اللي يقرع ليه، ذم الفدوعة اللي لا بد يندال له الجبس، لا بد يندال له بلاتر. وهون أهم شيء عندي نقوله وهذه النقطة الثانية ننبه عليها، هو على أنه يا الله يتقبل ذاك العلاج يسوى شن هو، معناها ما يا الله أبدا إلين يقول له الطبيب أنت الفدع يا الله يندال له الجبس يرفضها، يا الله يفهم على أنه بعض الأحيان ضروري يندال له الجبس، ما الله اللي خالقين بعض الفدوع المتانع يا ويحتاجوا لتدخل جراحي، يقضيك حالات استثنائية. يغير بعد إلين يقول له الطبيب على أنه يا الله يدي له الجبس يا الله يتقبلها ويا الله يفهم على أنها ضرورية للفدع إياك يلتأم الأربطة.
ثم على انه لين يفوتي لين يندالو الجبس في حالته وعلاجه يا الله يحترم الفتره المناسبه ياكل تهم الفدع باللي خالق بعض الناس اللي لين يندالو الجبس يمضي اسبوع اسبوعين يعود ما تلحس بشي يتخيل له عن الفدع لانه برا لا ما هو بالضروره اختفاء الالم وكونه ما تلم ما معناها على ان الفدع برا يا الله يفهم على بعض الاحيان على ان الفدع يبرع على 21 يوم بعض الأحيان يحتاج الشهر بعض الأحيان يحتاج 45 يوم وحتى أنه بعد ذلك فم الفدوع اللي متان اللي عياو يحتاجوا العلاج طبيعي معناها ملاهم يقيس اللي قالوا صاحب الرياضة اللي قالوا لكينيزي ترابت معناها المعالج الطبيعي إياك ذاك التشكريف اللي كان واقع المفصل إياك يقعد عنه وإياك ذيك النهايات العصبية اللي موجودة في الأربطة إياك ترجع لطبيعتها بيلي سبحان الله في نهاية قد المفصل فم نهايات عصبية هي اللي ينعود رجاج مقوطر تقول له أراه المفصل في وضعية معينة يا الله تطرحه في الحالة اللي يعود فيها المفصل ماتلة طبيعي يعني تعرض لفدوعة متكررة عي بعض الأحيان اللي ينجي رجاج ليه طرح كراعه يعود الجسم ما هو عارف يا كان الوضعية صالحة والله ما هي صالحة وذي عياد توقع للناس اللي عياد تنفدع يطرح هو كراعه يلتوى المفصل من جديد ويخلق له فدع جديد اذا راجع لكم تسركم من الفدوعه بيجي الفدوعه عياوي يعودوا عندهم نتائج خطيره في حاله ما وعالجوا العلاج اللازم اذا راجي سلامتكم من الفدوعه وهذه وصفه